هو التشخيص ديال احسن دور الرجال. كما قلنا بان الاعمال كلها شركاء، لدينا الشركاء في دعوه البلاد المغربيه التي ذكرتها في البدايه، وقلت بانها الدار التي صارت بين يدينا حقانيه، ممثلها اليوم السيد عمر رامي، مشكورا على حضوره. لا فكر هو احسن دور. احسن دور الرجال، سي الرئيس. احسن دور الرجال. قبل ما نعطيو احسن الدور رجال عندنا واحد المنصور ورومان لوتي دار لو فيلم ليدا تدور دور حسن بجلود الجائزة تعود جائزة جائزة أفضل تشخيص رجالي تعود للفنان حميد الزوغي عن دوره في فيلم المايسترو للمخرج كريس سوار. هذا المخرج ديال الفيلم كريس سوار يتلاحق بجائزة نيابة عن جائزة أفضل تشخيص. يقدم الجائزة السيد نائب رئيس مجلس جماعة مكناس والسيد وامي أبو مكناس. عميد الزوغي للمحملين المغاربة الكبار. تعطل عن الحضور اليوم معنا ويتسلم الجائزة مكانه الشاب ديالنا المخرج كريس سوار. مرحبا بالسيدة نائبة الرئيس. تبارك الله عليكم وعلى أهلكم. كل شيء كريم في بلاصتو. السلام عليكم. غادي نمشيو الان